معلش يا انكل، انا تعبانه جدا مش قادره اتكلم في حاجه بصراحه. تعبانه ولا مش عايزه تتكلمي معايا؟ قوم يلا. يلا حبيبتي قوم. يلا يلا قوم. اتفضلي يا روحي. ها قولي لي بقى يا ستي، ايه اللي حصل؟ ما اكيد مروان حكى لحضرتك. انا بسمع منك. بصراحه بقى يا انكل انا زهقت جدا. دي طريقه نتكلم بيها؟ بيقول حاجات بتضايق وبيعمل تصرفات بتضايق جدا، وحضرتك لو كنت موجود كنت لقيت ان انا عندي حق في اللي بعمله. ده بيقول عليا موظفة في الشركة. أنكل أنا عمري ما حسيت إن أنا موظفة في الشركة دي. أنا عمري ما حسيت إن الشركة دي مش شركتي. هو صحيح يعني حضرتك ليك فضل عليا طبعًا، أنا ما أقدرش أنكره. بس بما إن أستاذ مروان هو صاحب الشركة وهو مديرها، هو اللي بيدير كل حاجة، فهو اللي بيحدد طبعًا مين يقعد ومين يمشي وإيه اللي ينفع وإيه اللي ما ينفعش. فخلاص أنا وجودي ملوش أي لازمة. كل اللي بعمله في الشركة ملوش أي قيمة. فأنا بقى شايفة يا أنكل إن أنا أمشي بكرامتي أحسن لي بكتير. بعدين بصراحة يا أنكل أنا زي ما مامي بتقول، في الآخر هبقى على ذمة راجل وهيبقى ملزوم بيا، يعني أنا مش خسران أي حاجة. تعالى. اعتذر لأيضا. لا يا أنكل الموضوع مش موضوع اعتذار. مش عايز أسمع ولا كلمة. وأنا مش هعتذر لحد. أنت تسمع اللي بقولك عليه وأنت ساكت. ليه يعني؟ كلب بتجره ولا قطة مربية لازم تسمع الكلام وتجري تتمحك في الهانم؟ ليه بس كده يا مروان؟ دي ايتن اختك يا حبيبي. على فكره بقى مش اختي ولا حاجه، وبعدين يا بابا انا معترض على كل اللي بيحصل ده. لما انت معترض على كل اللي بيحصل وشايف نفسك حاجه تانية غير الناس، انزل الشركه يا اخي واقعد معاها وايد في ايد. اروح اعمل ايه يعني؟ ازقز لب ولا ارغي مع الموظفين؟ يا بابا الناس اللي شغاله هناك عارفين ان الشركه دي ليها مدير واحد، الهانم اللي انت ركبتها على قفايا. عن اذنك يا ممكن. على فكرة يا مروان أنا زعلانة منك، ما يصحش يا حبيبي الكلام اللي أنت بتقوله ده، إحنا هنا كلنا بنحب. أنا إذنك يا حبيبي. اتفضلي يا روحي. اتفضلي. أنت غبي. بابا أنا شايف إنك تنزل الشركة من بكرة وتقعد وتحط صباعك في عين التخييم. يا بابا أنا شايف بقى إن أيتن عايزة تكوش على كل حاجة. حتى لو طنط زينب مزيها بس ايتن بتفكر كده. انت تسمع اللي بقول لك عليه وبكره هتفهم كل حاجه. لا انا عايز افهم كل حاجه دلوقتي حالا. انا مش قادر استوعب انت ايه الثقه اللي مديها لهم دي كلها. انا ما بثقش في حد غيرك انت، بس انت ما تعرفش حاجه، في حاجات كتير قوي انت ما تعرفهاش، ومش هتعرف ايه اللي بيحصل غير لما تعرف وتفهم. عشان كده لازم تسمع كلامي وتنزل الشركه، والحاجه اللي ما تعرفهاش تيجي لي اعرفها لك. فاهم؟ اهلا اهلا يا ميرا، اخيرا يا حبيبتي. اهلا يا حبيبتي. ماما هي الرساله ما وصلتكيش؟ رساله ايه؟ ما وصلناش اي رسائل. ما انت وصلت حاجه يا ماما؟ لا يا حبيبتي ما فيش حاجه. هو في ايه؟ بابا مات يا بابا، مات مات. معلش يا حبيبتي البقاء لله. معلش معلش يا حبيبتي. ايه خلاص اهدي اهدي، ايه العياط ده كله؟ عملت كده ليه؟ معلش يا حبيبتي معلش. هو عياطك ده هيرجعه مثلا؟ حاجة وحصلت وخلصت خلاص، الله يرحمه. لا حول ولا قوة إلا بالله. البقاء لله. حصل إمتى؟ امبارح. أنا ما كنتش هاجيب، بس كاملي هي اللي اصرت اني اجي اقول لكم. انا ماشي رايحه فين بس؟ ما ينفعش اسيبهم في ظروف زي دي يا ماما خالص. تسيبيهم مين؟ يا بنتي ده بيتك، انت كنت قاعده خلاص عشان ابوك هناك، لكن خلاص هو مات الله يرحمه. يمكن قلقانه مني ولا مكسوفه ولا حاجه؟ لا خالص يا ممكن، حضرتك حد محترم، بس انا ما ينفعش اسيب اخواتي في ظروف زي دي. انا حتى بعت مسج لماما تقريبا هي ما شافتهاش.
انا همشي بقى يا ماما. يا حبيبتي استني بس، ما ينفعش اسيبهم لوحدهم يا ماما. انا هوصلك. لا شكرا. لا شكرا ايه، هوصلك طبعا. ميت يا ماما، ميت. مش معلش يا حبيبتي، معلش. طلقني، سمعتها؟ طلقني. انا قرفت منك ومن عيشتك، انت عمرك ما هتبقى حاجه، هتعيش وتموت شحات كده، مستني العلاوه من الحكومه ومستني الحسنه اللي اديها لك سيدك المدير. المفروض اعمل ايه يعني؟ ايه اللي المفروض اعمله وما عملتوش؟ تعمل ايه؟ مش عارف يا حبيبي تعمل ايه؟ تعمل زي الرجاله اللي بحق وحقيقي، اللي مهنيين نسوانهم ومستتينهم. انا مش عارفه ايه اللي خبطني في دماغي وخلاني اتجوزك وانت متجوز ومخلف من اساسه. لم لسانك احسن لك. مش هلمه ليه؟ راجل ولا راجل لا سمح الله؟ ده انت مجوعنا ومعريه. زينب ايه انت طالق؟ خرجت من الجنه يا خي؟ يلا في 60 ده هتاخدك، كان يوم اسود. يلا يا بنت هات اختك معايا. انا مش همشي من هنا، هقعد مع بابا. خايفه زي اللي جابك. يلا يا بنت. انت مش هتاخدي البنات. بقول لك ايه يا حبيب، لما تعرف تاكلهم الماما وتاكل نفسك الاول ابقى خدهم. يلا يا بنت بلا قرف. ما تخافوش يا بنات، بابا هيفضل معاكم، هتبقوا في حضنه على طول. ايه سما، ازيك عامل ايه؟ لا لا تعبانه شويه بس. انت فين؟ لا لا خالص بالعكس، انا عايزه انزل، تعالى نخرج. اوكي يلا باي. Thank you.
مش عايزين تاكلوا؟ اكل ايه بس؟ ملو نفسي دلوقتي. بقول لك يا كاميليا، بكره هنزل الوزاره اشوف بابا كده لا يكون مستلف فلوس من حد سددها له. انا كنت هعمل كده من الصبح غير ما تقولي. كاميليا خدي الخاتم ده بيعي وخلي فلوسه معاك. خليه معاكي، لو احتجت فلوس هبطلبه منك. هي مالك يا نجلة؟ مفيش أي حاجة. سمر، انت كلمتي خطيبها؟ اه والله كلمته بس ما ردش. ده بقاله اكتر من اسبوع ولا بيكلمها ولا بيجيلها. ايه يا اختي الرجاله دي؟ بقول لك ايه، انا هنزل اروح له يمكن عيان ولا حاجه. انت عايزه تقولي حاجه؟ مش عارفة والله، بس شكله كده عارف بمراتها، واحنا كان لازم نقوله بصراحة من الأول. هي اللي كانت مصرة. بابا قال لها لازم تقولي له، قالت إنها مستنية الوقت المناسب. الحاجات دي لازم تتعرف من الأول. طب أنا ممكن أكلمه تاني؟ كلميه من رقم غريب ولا حاجة يمكن يرد. محدش يكلمه، أنا مش عايزاه خلاص. وعلى فكرة أنا مش مريضة، الدكتور قال لي دي بس شوية كهربا مش أكتر. على فكرة ما كنتش بحب، أنا بس كنت عايزة أتجوز عشان أشيل الحمل من على بابا مش أكتر. بس بابا خلاص راح. لو عرفت إن في واحدة فيكوا كلمته والله هسيب البيت وأمشي. ما تزعلوش منها، ما تقصدش. هي مروة فين؟ شفتها مع حنان، تلاقيها خدتها عنده. أنا هروح أبص عليها وهعدي على عجم جمال عشان كنت عايزاه. ميرا اتأخرت. وأنتي فاكرة إنها هترجع تاني؟ تلاقيها ما صدقت. هي اصلا كانت عايشه معانا عشان خاطر بابا. يبقى قابليني بقى لو شفتيها او سمعتي صوتها تاني. طول عمري اقول ما فيش غيرك في الحاره دي يا غاليه، يا بنت الغاليه. اه يعني قلبي بيتق جامد قوي قوي، تعبان سلامه قلبك يا خالتي. والنبي ما حطيت حاجه في بقي من الصبح. الصبح ايه؟ من امبارح وهفتنى وقع كده، حاسة اني هحصله. اخي بعد الشر عنك يا رب، ربنا يديكي طولت العمر. مش عارفة ليه حاسة ريحة السمك في النخشيشي كده النهاردة. خلاص النهاردة اكلك احلى سمك. لا اكل اكل، لا لا ده انا اخويا لسه ميت ما يصحش. ومال الاكل بس ومال الزعل يا خالتي؟ يعني انت شايفة كده؟ امال ايه؟ خلاص انا بصدقك. بنت كاميليا جايه هنا بتعمل ايه؟ جايه بتعمل ايه دي؟ بصراحه يا خالتي كاميليا دي ما بتنزلش من زور. مش هي بنت اخويا وانا عمتها؟ اما بشوفها بيركبني 600 عفريت. اوعي. رايحه فين يا خالتي؟ ايه؟ هروح اشوفها بتعمل ايه؟ هو يعني علشان اللي شاكمهم مات يبقى ما فيش حد؟ على ما انت تحضري السمك هكون انا شفت ايه اللي بيحصل وارتاح. ماشي يا خالتي. مروه، انا فاهم ايه اللي انت عاملاه في نفسك ده. طب اهدي بس وانا تعالي نطلع فوق وانا افهمك. اهدي دي يا اختي، شايفاني بشدلك في شعري؟ كاميليا وطي صوتك، ما تفضحناش في الشارع، اطلعي وافهمي كل حاجه فوق. اتفضلي يا هاني، اتفضلي يا رب تفهميني. اتفضلي.
شوف البنت لابسه ايه وعامله في روحها ايه. ده جت تابوها لسه ما بردتش. لا انا ما اسكتش على كده ابدا. انت اتجننتي كماليا؟ انا اللي اتجننت ولا انت اللي عايزه تفضحيني؟ بقول لك ايه، الشويه دول ما تعملوش معايا انا. ما تفرديش قولك عليا يا كماليا، اقسم بالله العظيم هسيبك في حالك. انا ابويا الله يرحمه عمره ما عمل كده معايا ولا مد ايده عليا. يا بنت ابوك انت عملتي له حساب؟ عملتي حساب بان الراجل لسه دافنينه؟ اهدي بس وانا هقول لك. تقولي ايه يا حبيبتي؟ ما تقوليش حاجه، انا مفيش حد له حاجه عندي. وبعدين يا كماليا، هو انت فاكره نفسك هتزعلي على ابويا اكتر مني؟ صوتك الناس حرام عليك. امك فين يا حنان؟ في ايه بس يا خالتي؟ انا لازم اعرف ايه اللي بيحصل. امك فين؟ لا ما انا مش رباب جزمه، ايه اللي بيحصل بالظبط؟ وانت يا سنيوره ناويه تاخدي عز ابوكي كده بالاحمر والاخضر؟ لو سمحتي يا عمتي خدي بعضك وروحي وسيبيني انا واختي نولع في بعض. لا روح ايه؟ ايه ده؟ هو انت يعني عشان ابوكي مات فاكره ان مفيش ضابط ولا رابط؟ لا اذا كان امك ما عرفتش تربيك الله لا. احترمي نفسك وما تجيبيش سيره امي على لساني. انا بقول لك اهو، انا عماله اقول لك عمتي عمتي بس عشان خاطر ابويا، لكن انا يا اختي مش شايفه لك عماره. انت مالك ومال امي؟ هي لما كانت ماتت كنت شفتي حد فينا محتاج حاجه؟ عملتي حاجه؟ قولي قولي، ما انت بكحه وقادره. انا مش بكحه ولا انا قادره، بس انا بقول لله وانا انتعور في عينك. وبعدين تعالي هنا، مش قلتي لابويا ان على قرب على دماغه قرب وبتخر على دماغه؟ يا اختي ابعدي عنا وسيبيني انا واختي وتخر على دماغي. ابعدي عننا بقى. لا اروح فين وسمعه اخويا؟ بقول لك يا سيده وعزه جلال الله لحد النهارده انت ما تعرفناش انا ولا اخواتي. اذا كانت كاميليا عامله لك حساب وساكته فانا مش هسكت كلمه ثانيه، وهسمع الحاره صوتنا تبقى فضيحه بجلاجل. والله ماشي ماشي يا بنات عبد العزيز. وانت يا حبيبتي بلاش الغل اللي جواكي ده، مش عشان ابني اسم النبي حارسه مرضيش بيكي تبقي مليانه غل كده. امشي خلي من وشي احسن وحيات ربنا. انا قدامك وتتلعب ابعد عني. امشي والله العظيم عبك كده عبك. تحبي نروح نقعد في حته عشان تشربي حاجه وتهدي اعصابك شويه؟ لا متشكره انا عايزه اروح. على فكره بقى شكلك مختلف عن ايتن تماما. ايتن طيبه وغلبانه انا متاكده، بس انا بصراحه شايفها ما عندهاش احساس خالص. لو سمحت. سوري انا اسف. على فكره ايتن احسن مني مليون مره، وانا متاكده ان هي زعلانه على بابا واكتر مني كمان، بس كل واحد بيعبر بطريقته. انا اسف جدا والله، انا قلت بس يعني اكلمك في اي موضوع عشان اخرجك من المود اللي انت فيه، بس واضح ان انا لبخت خالص. سوري. لا ولا يهمك. اتفضلي العربيه. اتفضلي. قلت يا ست جمالات؟ قلت لك ما باجرش. وبعدين بقى كفايه عليا سيده واللي عاملاه فيا. وبعدين ده راجل غريب احنا ما نعرفش عنه حاجه، مش يمكن عامل عامله وجاي يستخبى عندنا؟ الناس بتبان يا ست جمالات، والراجل كان بقيت عندي بتهيألي انا اعرف احكم على الناس. لا يا اخويا، الناس بقت عامله زي الترعه، من فوق ميه صافيه ومن تحت معكره ومطينه. انا مطمن. يعني على ضمانتك؟ على ضمانتي. طيب خلاص، انت عارف ان انت غالي عليا قوي. الله العظيم انا كنت عارف انك مش هتقولي لا. لا انا ممكن اقول لا، ده ملكي وانا حره فيه، بس انت برضو غالي عليا قوي. يعني يطلع يطلع. كتر الف خيرك يا ست جمالات، متشكر قوي والله. بس بقول لك ايه يا اخويا، انا واحده عايشه في سمعتها. يعني ولا حد يطلع فوق يسحب كده في نص الليل ولا دخان ازرق على السطح. خلي بالك. ما تخافيش والله ما تخافي، ولو حصل اي حاجه من اللي انت بتقولي عليه ده ارميني انا وشنطتي من فوق السطوح. ماشي خد. خلي بالك بقى عشان نبقى على نور كده، الاجره 300 جنيه في الشهر، واي يوم تاخير 20 جنيه في اليوم. ماشي؟ ماشي يا ست. متشكرين متشكرين يا ست جمالات. سلام عليكم. مع الف سلامه. يلا يا عبد الله يلا. ايه ده يا مرو، معقوله حد يعمل كده؟ الناس تقول علينا ايه؟ طبعا عمتك ليها حق تبهدلك وتمسح بكرامتك الارض. طب اعملي حسابنا على الاقل. من امتى دي بتعمل حساب لحد؟ دي ما بتفكرش غير في نفسها وبس. خلاص خلصتوا ولا لسه في حد عنده كلمه عايز يقولها، ولا في كلمه وجع حد في زور عايز يبخها تاني؟ انت شايفه ايه اللي حصل ده؟ صح؟ صح يا جبروتك يا شيخة. ايه عايزة انا اعمل ايه؟
شغلانه وجايه لي اسيبها تروح مني؟ شغلي وابوكي ميت. ما عشان مات كان لازم اروح. ابوكي وهو عايش يا دوب كنا عايشين على قدنا. تقدروا تقولوا لي دلوقتي بعد ما مات هنعمل ايه؟ كان لازم اضمن وظيفه على الاقل اشيل همي من على كتفكم. كلها يومين وتيجي عمتك تقول انا فين حقي في الشقه؟ ما احنا بنات من حقها تورث معانا. بس خلاص كفايه ارجوك. لا مش خلاص. هو انتوا عاملين تقطعوا فيا على ايه؟ هو انتوا فاكرين هو سهل عليا ان انا اروح اقعد في شغل وابويا بيتدفن؟ انا كان من جوايا بيتقطع اكتر منكم كلكم. انتوا محدش حاسس بيا اصلا. والله ما قصدنا يا ماما، بس انتي عارفه الحاره. وبعدين اللي عمتك عملته ده ما كناش اصلا عارفين نفكر ازاي. خلاص يا مروه وحيد، خلاص احنا مش ناقصين، احنا اللي فينا مكفينا. خلاص يا مروه احنا اسفين. ممكن تسيبونا لوحدنا شويه؟ ميرا الصراحه احنا قلنا انك منى. مروان ابن عمي سمير صمم يوصلني عشان ما اجيش لوحدي. البقاء لله. اتفضل. متشكي مره تانية ان شاء الله. براحتك. لا ازاي؟ اقعد اشرب حاجه. لا معلش مره تانية، لو احتجت اي حاجه كلميني في التليفون. شكرا. اللي انت عملتيه ده؟ عملت ايه؟ صمم يوصلني هقوله لا؟ اسكت يا فرياش، دي البت كانت هتضربني. يا نهار ابيض، شفتي البنات الناقصه؟ البت حتى احمر واخضر واصفر. بابايا يا حبه عيني لسه ما ارتحش على توبته. يا عيني يا اخويا، عمرك راح حاضر. ضغط هيموتني. هفتانة وروحي رايحة، ما كلتش حاجة من امبارح يا اختي. اهو السمك اهو اللي اتفقنا عليه جبتهولك. سمك واخويا ميت. ومال السمك ومال الميت بس؟ عشان تاكلي وتقدري تسلبي طول. هو احمد يا خالتي خلاص كده سافر؟ سافر يا بنت، ده هيرجع. هتلاقيه هنا. مين ده؟ النهارده هو بتاع شغل ده، هو عايز يقعد وياكل ويشرب وخلاص ويربي لحم. قال ايه؟ يسافر ويشتغل. والنبي ضحكتيني. هو اللي سافر بيرجع؟ هيرجع. امال ايه؟ انا قلت له مالكش دعوه بالستات الخواجات اللي بره، دول ورق خاص مش عود قصب زيك كده. بس ايه يا بت؟ بس ايه؟ انا مرسيه على كل حاجه ومتفقين. ما تقلقيش انت. بقول لك ايه؟ الله الله يا بيت، اكلت حلوه حلاوه. ايه الجمال ده؟ النبي انا ما كنتش ناوي اكل خالص سمك بعد اخويا، انما عشان من ايدك. بقول لك ايه؟ انت تيجي الصبح وتجيب الفطار وانا هرسيكي على اللي قلتهوله. ايوه هتقولي لي ايه؟ هقول لك بقى اللي حصل. انا اتفقت معاه وانا بنت هبله اسيبه كده يمشي من غير ما اربطه في ديله؟ ده انت حبيبتي، ده انت الحته الجوانيه يا بنت. ما تنسيش البدنجان. حاضر. والسلطه. حاضر يا خالتي. ماشي يا حبيبتي، نتقابل الصبح ان شاء الله. نجيب الفطار. مش هتاكلي؟ بقول لك يا ده عادل. ايه لفت حواليك ليه؟ في ايه؟ تعالى ورايا. هتعمل ايه؟ تقلقش
يا عم احمد امني انت بس ومالكش فيه. عم اخرت هنبقى حراميه كمان. ما تخافش انا لازم اربي ابني الكلب. مش عارف اخرتها معاك انت ايه بس. فتعال عادل. تعال نط ورايا. يا عم انت هتعمل ايه؟ مالكش فيه نط ورايا. فلوس يا لا عادي فلوس يا بنت امك يا بلح. يلا صرتين دماغك يا بلح. شفت انا قايل لك المحاوط مش ممكن الواد ده يخبي فلوسه في بنك ابدا. بكره تعدي عليا من فجريه من نجمه فاهم. يلا يلا معلم بلحه. ايه يا معلم بلحه؟ نعمين. هو احمد سافر؟ سافر مات انا معرفش عنه حاجه ومش عايز اعرف كمان. ولو كان مات يبقى ربنا رحمه مني. اوكيشن ماشي يا معلم بلح. تصبح على خير يا معلم بلح. انت اهل ليه. لو شفته بعناية الاتنين دول بس بقى. ايه بلحة؟ بلحة هو اللي رماه صح يا حبيبي؟ رماه زي ما كان عايز يرمينا الكلب. بس انا قلبي كان حاسس، قلبي كان حاسس ان ابني عايش وقلب الام ما يكذبش ابدا. حبيبي يا ابني، حبيبي يا ابني. بابا بابا بقول لك ايه؟ لا 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 الشنطة دي عايز اخبيها. حاضر. ماشي؟ حاضر. لو خبيتها لي هجيب لك ابنك. حاضر. ماشي؟ حاضر. ما بقاش راجل ما جبتهولك، بس الشنطة دي فيها حياتي. حاضر. ما تفتحهاش خيالها. حاضر من عيوني يا جماعة. والله العظيم ما هفتحها. ده أنت رديت لي روحي وجبت لي خبر ابن عايش. أنا عايز تشوفي متولي. خليلي بالك من الشنطة. على عيوني يا دناي، على عيوني ما تخافش. اطمن يا حبيبي، اطمن. خايفة. أنا كمان خايفة قوي. أنا هصحى الصبح مش هشوفه، مش هسلم عليه زي كل يوم. أنا لحد دلوقتي مش مصدقة إنه بابا مات. الناس هتعمل فينا إيه؟ إزاي هنعيش من غيره؟ ده هو اللي كان مقوينا وهو اللي كان سندنا. أنا دلوقتي لما عايزة أتكلم هتكلم مع مين؟ لو زعلانة هشتكي لمين؟ هقول لمين؟ هو
واكيد ميت هو زعلان مني، اكيد كلامي هو اللي زعله، هو سمعني وانا بتكلم، كلامي هو اللي زعله، انا اللي موته يا منى، كلامي هو اللي موته. لا يا صبر ما تقوليش كده، ما تقوليش كده يا صبر. هو الوحيد اللي كان بيقولي اني حلوه قوي،